عنديش خطوه مقبله. انا نعطيكم واحد التصريح، انا نعطيكم التصريح اللي حصري باش نفضي معك، باش نفضي الفيلم. انا اليوم المره الثانيه على التوالي كيوقع نفس الاشكال، وبالتالي بان هذا الموضوع، هذه المساله ديال الترشح ونادي الرجاء الرياضي، فانا محمد بوطريقه هذا الشيء ما غاديش نبقى ندخل فيه وما نعاودش ندخل فيه، لان بلغ السيل الزوبة الرجاء كتحارب واحد المحاربه من الناس ما كنعرفوهمش، كون غير حنا كنعرفوهم. الفريق غادي بواحد النتائج اللي هي مزيانه، بغينا نديروا التغيير باش الفريق يحصد اللقب. حسبان كيتحمل مسؤوليه كبيره في هذا الشيء اللي وقع نادي الرجاء الرياضي باش نوصلوا لهذه الحاله هذه، وبالتالي فعلى الجميع تحميل مسؤولياته وشكرا.